حكم قول لا سلام على طعام؟ لا، هذا يعني كرهه بعض أهل العلم أنك تسلم على الذي يأكل، خاصة إذا كانت اللقمة في فمه، فقد يرد عليك السلام ويتناثر الطعام من فمه، هذا المقصود، وليس يعني في مجلس الطعام، ولكن لا تسلم على من في فمه الطعام، حتى لأن بعضهم جاهل فتسلم عليه والأكل بحلدة فيرد السلام فيتناثر الطعام من فمه على الناس أو على المائدة وما شابه ذلك من الأمور، فيكره الناس الأكل. من هذا الباب الذي كره أهل العلم السلام على الطعام، وليس يعني هذا ليس بحديث طبعا لا سلام على الطعام.